لا غوسيت تاع اليوم قاع يحبوها، شكون ما يحبش لي كريب؟ ونزيدو نديرو لهم اون فارس بنينه ونديروهم او فور. فريمون لا غوسيت تاع اليوم بزاف بنينه، ما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير. نبداو بسم الله. نسحق 300 غرام 300 غرام فرينه. هنا عندي 4 بيضات، بصح 4 بيضات شوفوا شحال صغار. دونك نتوما ديروا 3 حبات بيض، 3 حبات بيض كبار مع 300 غرام دو فارين، 50 غرام دو بور، قرصة ملح، ومغرفة صغيرة تاع السكر. هذا ما كان. ونزيدو لهم من بعد نص ريتلة تاع الحليب. ندير نص مغرفة تاع الملح، ندير مغرفة صغيرة تاع السكر. نتوما تقدروا ديروا فلفل الكحل، بوافغ نواغ الا حبيتوا ديروه. بون في لا غوسيت كاين نورمالمون فلفل الكحل، انا ما نديروش باسكو جي ان بيبي. نديروا البيض تاعنا، واش نزيد تاني؟ نزيدو الحليب. دونك هنا عندي نص ريتلا تاع الحليب، ونسحق 50 غرام تاع زبدة نكون ذوبتها. هاد لو ميلونج كامل دوكا نديرو، سوا ديروه في الطاس سوا ديروه بلو بغا ميكسور كيما راني حندير انا. دونك نخلطوه كامل بلو بغا ميكسور. بسم الله. نحطوها غير شويه جوست باش يتخلطوا المكونات مع بعضهم، نتحصلوا على خليط هكذا. دوك نوري لكم بلا كويير. في الاخير هاو الخليط اللي نتحصلوا عليه، خليط يجي خفيف ما يجيش عاقد، او ميم طون تحسوا باللي شغل فلوتي. فوالا نغطوه بكيس بلاستيكي ونخلوه يريح حوالي ربع ساعه. هنا واش نحا ندير من جهه واحده اخرى باش نبريباريو لا فارس تاعنا، باش نوجدوا الحشوه تاعنا. نسحق حبيبه بصل نقطعها رقيقه، نديرها مع شويه زيت شويه معدنوس ملح كرويه كركم وسكنجبير. هذا واش تستعمل لي زيبيس، انت ديري التوابل اللي تحبي، تقدري ديري فلفل الكحل والملح فقط، تقدري ديري توابل اللي تحبيهم انت. كي يدبالوا نزيد عليهم حوالي 200 غرام تاع لافيون داشي، انت وعلى حسب افراد العائله وعلى حسب شحال راكي حديري. انا الوصفه تاعي اللي درتها اليوم على حساب لي كريب اللي حنديرهم، هاد لافيون داشي تكفيني. دونك هنا واش نسحق، هذه لا بيشاميل قلت لكم ديجا عليها بلا مايزينا. دونك درت زوج مغارف تاع زبده ذوبتهم مع ثلاث مغارف تاع لا مايزينا، نديرهم على النار تتحمص هاد لافارين لافارين لا مايزينا تتحمص. ومن بعد نزيد لهم نص ريتلا حليب، نص ريتلا حليب. هاد لا هاد لا بيشاميل تجي بزاف خفيفه. كي تعقد واش ندير؟ نزيد لها حبه بيض ونزيد لها دو فرماج فوندو، يعني الجبن الابيض الطري اختياري، وندير لها غير الملح. تجي بزاف بنينه وتجي خفيفه، وكي ديريها في لو غراتان ولا اي حد راح يتحمر بلا ما راكي دايره لو فرماج غابي. الوغ فهادي لاصوص طوماط، واش ندير؟ طوماط غابي، ثوم، شويه زيت زيتون، شويه عكري. وهنا استعملت هدايا زعتر مرحي يابس تاع السوريين، راهو ديجا بريباري فيه لي زيبيس وكلش، سي بور سا هذا واش درت. نتوما ديروا لي زيبيس عادي كيما ما فين ديروا ملح فلفل الكحل كيما تحبوا، ديروا في لاصوص طوماط تاعكم. اللي عندها زعتره دير زعتره ولا نعناع يابس ولا ليسونسييل، ديروها طيب تعقد وتجي شويه ناشفه عاقده، ما تجيش صوص طوماط مايها. هذا ما كان.
شوفوا هنا نطيب لك كريب تاعي لا بارتي ولا الفيديو اللي صورته تاع طياب راح لي قعد لي غير هذا المقطع دونك ندير على نار متوسطه هاديه شويه نحط مقله اللي ما تلصقش وندير بالغراف ولا بالوش لي كريب لاباري كريب تاعي كي نشوفهم حمار وبلي بوردور نحيهم بون سباتول ولا ملعقه خشبيه ولا نقلبهم ونخليهم يطيبوا على لوتر كوتي هذا مكان دونك طياب تاعهم ساهل ما فيهمش حاجه واعره شوفوا اللون تاعهم هذه شامل تاعي هاي ليك بعد ما طابت زدت لها حبابي شويه فرماج بلون جبن باري وعاود ضربتها بالخلاط يعني ميكسيتها هاي ليك لاصوص طومات كيف كيف هاي عقده نص راح نخلطو مع لا فيوند هاي لا فيوند طيبتها دونك قلت لكم نخلط نص تاع لاصوص مع لا فيوند ونص نخليه كيما تقدري ديري اون بولونياز عادي انا جي بريفيري نطيب هكذا كل واحد وحدو فوالا الكريب تاوعي هامليك شوفوا يجو رقاق بون يجو شويه شويه ليجيرمون بلوز ايباس على تاع على لي كريب سكري هامليك شوف نتوما اللي تحب تحمرهم بزاف تحمرهم بزاف اللي تحب تخليهم شويه بيوضه تخليهم شوفوا لايبرك دارت لي 14 كريب هذيك لاصوص طوماط اللي نحيتها زدت لها شويه زدت ميهتها شويه باش نديرها هنا باش لي كريب تاوعي ما يتحرقوليش كي نحطهم في الفوق كريب تاوعي الوغ نرفض حبه تحبي ديري على هذا الكوتي تحبي ديري على هذا انا نحب هذا اللي يبان من برا الوغ ندير او ديبار شويه تاع لا بيشاميل شويه تاع لا فيوند ندير جو فرماج غابي فرماج غابي دو فوتر شوا واش عندك متوفر ديري هكذا ونطويها كيما نطوي البوراكه فوالا ونجي لهنا نحطها في لو مول تاعي او نو ديرها هكذا نزيد وحده باش تشوفوا ونستفها قدام اختها هكذا دونك انتي سي كيفاش يجوك سوا سوا مع المول تاعك نكملهم كامل ونولي لكم الوغ فوالا بعد ما كملت درتهم كامل نجيب لاصوص طوماط تاعي ونحط جوست اون كويير فوق كل وحده هاد لي طاب هادي اللي تحب تخليها هكا وديرها جوست لو فرماج من الفوق وديرها في الفوق ولا ديرو كيما انا ندير لها شويه لا بيشاميل من الفوق دونك كامل كل حبه نحط فوقها لا بيشاميل وفي الاخير نديرو لها الجبن المبشور لو فوق تكوني سخنتيه على 180 درجه ودخليها طيب كي تشوفيها تحمرت طفي عليها
شوفي هذيك لاصوص بيشاميل نشفت، خذات اون كولور دوري طفي عليها. فوالا لو بلا تاعنا بعد ما خرجتو من الفوق اون بيل كولور دوري، المكونات كامل انسجموا مع بعضهم باش يعطونا ان بون غراتان دو كريب ولا دي كريب فارسي او فور بزاف بنان. ما نحكي لكمش على الريحه، ما نحكي لكمش على البنه. ان شاء الله تجربوها وتبعتوا لي تطبيقاتكم في الانستغرام. ما تنساوش تشاركوا الفيديو هذا مع اصدقائكم وما تنساوش اللايك، اللايك راح يدعمني. نلقاكم بخير ان شاء الله. سلام.